الحمد لله الذي هدى الناس الى الصراط المستقيم وبرئ من جميع النقص والعيب المهين، والصلاه والسلام على سيدنا وسيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين هم اشداء على الكفار رحماء بين المؤمنين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الايه حضرات رئيس البرنامج اساتذه المشفقون والضيوف المكرمون واخواني في الدين، اني احب ان اقدم امامكم خطبه مختصره بلغتنا، بلغه جزيره العرب، بلغه القران الكريم، بلغه الله تعالى، حول الموضوع الحسن. اخواني في الدين، ايها المستمعون الكرام، الشيء الذي هو يطور ويحول المحبه بالشحناء والحسنه بالسيئه والنعمه بالنقمه هو الحسد، هو اكبر المعاصي والذنوب ويرسي كل من الود والاخاء والمحبه، وهو ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، كما راه ابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اياكم والحسد، فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. اخواني في الدين، لعلكم على علم تام بان الحسد هو الذي حمل قابيل على قتل اخيه هابيل، وهو الذي تحرش بالعداوه بين اهل الكتاب والمسلمين، وهو الذي منعهم من قبول دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الاسلام المبين. ايها المستمعون الكرام، فالحسد هو تام عظام ياكل قلب صاحبه ويموت كمدا من كل نعمه اسبغه الله على الاخرين ظاهره كانت او باطنه، ولا تطمئن نفسه الا بمصيبه تحل بالناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رواه الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. الحديث: ومن طريقه ازاله الحسد ان المحسود يسلم على الحاسد ويتقابل معه بالتواجع وطلاقه الوجه، يقتل الحاسد بنفسه ذات يوم ويرسل في قلب حب المحسود وعزته ان شاء الله تعالى. هذا هو العلاج الذي بين الله تعالى في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي احسن، اعاننا الله جميعا منه ومن شره. امين ثم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.